السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش اخوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. بطلب من الرئيس الأمريكي المقبل جون بايدن، العالم المغربي منصف السلوي يقدم استقالته من رئاسة الفريق المطور للقاح كورونا في أمريكا. باقا ما بغاش تصرط لهم، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. الجزائر وجنوب إفريقيا يريدون تعيين فوري لمبعوث أممية للصحراء. قطاع المحبس 48 ساعة في قلب المعركة المخيفة، مسرحية مفتوحة للنظام العسكري الجزائري. العسكر الجزائري ومرتزقة البوليزاريو يتسببان في انفجار لغم في طفل صحراوية. الجزائر، الجنرال سعيد شنقري حيستولي على ثروة سلفها الرحل القيد صالح. عصابة البوليزاريو تعيش على وقع فضيحة مدوية فجرتها ابنة قيادي بصنادلية. في أولى قراراته، الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن يزلزل الجزائر وعصابة صنادلية. قدم منصف السلوي استقالته من منصبه رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وجاءت هذه الاستقالة بناء على طلب من الرئيس المنتخب جون بايدن حسب ما ذكرته وكالة سكاي نيوز عربية. للإشارة، فإن منصف السلوي عالم من أصول مغربية اختاره دونالد ترامب على رأس فريق تطوير لقاح ضد كورونا في أمريكا. حتى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم مع وزارة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا يوم أول أمس الثلاثاء في بريتوريا قضية الصحراء المغربية، حيث جددا دعمهما الكامل لتعيين فوري لمبعوث أممي شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية. وفي بيان مشترك، أعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لتعيين فوري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لمبعوث شخصي للصحراء المغربية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ استقالة الألماني هوست كولر في مايو عام 2019. لا يزال الإعلام الجزائري مصرا على نهج أسلوب الكذب والتضليل وتزييف الحقائق حول حقيقة الأوضاع بالصحراء المغربية. وآخر فصول بيع الوهم الذي يجيده هذا الإعلام ممارسته بدون احترافية تتجلى في قيامة تلفزيون الجزائرية الرسمية في بث برنامج معنون بقطاع المحبس 48 ساعة في قلب المعركة المخيفة. وهو البرنامج الذي كشف إلى حد كبير ما يحاول النظام العسكري الجزائري في إخراجه من مسرحية مليئة بالأكاذيب من أجل إيهام المواطنين الجزائريين والصحراويين في مخيمات دوفة بانتصارات وهمية وخيالية على الجيش المغربي المغوار. ووفق ما أورده منتدى مفورساتين، فإن المسرحية الجزائرية تبين أن النظام العسكري الجزائري لجأ إلى استخدام نفس التقنيات المستعملة في مسرحياته السابقة ودون مشاهد مختلفة بشكل خاب معه ظن الجميع في الصناعة السينمائية الجزائرية، والتي لا تجيد للأسف فبركة السيناريوهات والمسرحيات والمشاهد. وفضح الجزء الثاني من هذه المسرحية المفضوحة لعسكر الجزائر، يضيف المنتدى، حيث تم التراجع عن استعمال ما تم تصويره في المرة الثانية، حيث ظهر قياديون على صناديق الأسلحة وصور الصحفيين مع مقاتلي البوليزاريو وهم يحتسون الشاي ويتسامرون، كما تم الاستغناء عن مشاهد الدبابات المصطفى رغم اعتمادها في الدعاية القبلية للبرنامج، حيث ظهر الصحفي يتحدث بجوارها. تسبب لغم أرضي زرعته عساكر النظام العسكري الجزائري وميليشيات الصنادلية في الصحراء الجزائرية في تفجير أحد الأطفال
وذلك بمنطقة تدعى تلموزة بقطاع الجلتا بصحراء الجزائر، أي بالمنطقة التي تستعملها الجبهة الانفصالية الصنادلية لتشويش على الصحراء المغربية. وحسب ما أوردت بعض صفحات الفيسبوك لنشطاء صحراويين، فإن اللغم الأرضي انفجر بالطفل الصحراوي سيدي محمد ولد محمد ولد أحمد أحمد، وذلك عندما كان يسهر على رعي الغنم بالمنطقة المذكورة. هذا الانفجار تسبب في إصابة الطفل المذكور البالغ من العمر 13 سنة فقط بجروح بالغة الخطورة على مستوى البطن بالخصوص، كما تسبب الانفجار في كسور للطفل على مستوى ذراعه الأيمن ورجله اليسرى، مع إصابة في مختلف أنحاء جسمه بسبب تطاير شظايا وأجزاء من القنبلة لحظة انفجارها، حسب المعطيات التي نقلها منتدى فرصتين الذي ينشط من داخل مخيمات تندوف. وضع الجنرال سعيد شنقريحة الماسك بزمام العسكر في الجزائر عينه على تركة سلفه الجنرال القيد صالح، راغبا في الاستيلاء على أرصدته البنكية وعقاراته التي تتوزع بين جنوب إفريقيا وبنما والصين والإمارات العربية المتحدة. تركة الجنرال الرحيل أسالت لعاب الجنرال الشنقريحة، والذي تشير تقارير إخبارية واردة من الجزائر إلا أنه استمال بالقوة بهاء الدين طليبة، الرجل الذي يطلع على مختلف تفاصيل ثروة القيد صالح، والذي اشتغل بجوار الجنرال الرحيل لما يزيد عن 15 سنة. ويرم سعيد شنقريحة تقسيم تركة القيد صالح عبر الضغط على ورثته بالرجل الذي عرفه في الجزائر بكونه العلبة السوداء لعائلة الجنرال الهالك، بحيث يطلع الأخير على شتى تفاصيل وقيمة الاستثمارات والأموال الجزائرية المنهوبة والتي يملكها القيد صالح الرحيل. ووفق تقارير إعلامية جزائرية، فإن كاتم سر القيد صالح انقلب على رئيسه الرحيل وأخبر أبناء الجنرال بنية سعيد شنقريحة الاستيلاء على ثروة أبيهم، مهددا إياهم بالسجن في حالة رفضهم ذلك بدعوى نهب أموال عمومية جزائرية. يذكر أن بهاء الدين طليبة كان مشرفا على أملاك الجنرال القيد صالح تحت صندوق مالي يستثمر في مجال تجارة الأسلحة والفنادق والنفط والبنية التحتية والعقارات، إلى جانب الاتصالات والبنوك في العديد من البلدان التي سبق ذكرها. تعيش قيادة عصابة الصنادلية على وقع فضيحة بعدما أثارتها مريم البشير ابنة القيادي بجبهة الصنادلية البشير مصطفى السيد من الجدل بسبب صورتها الجريئة التي نشرتها مجلة FHM الإسبانية. وظهرت الملقبة بمايا البوليزاري وهي شبه عارية على غلاف وصفحات في وضعيات مختلفة ذات إباحات جنسية. وانتشرت الصورة المثيرة للجدل كناري في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت بعض المصادر المقربة من الجبهة الانفصالية أن أغلب القياديين بالمنطقة مستاءون من فضيحة ابنة القيادية المذكورة، مستغربين عن عدم إبداء أي ردة فعل تجاه جراءة ابنتها. فكيف لا أن يقول شيء وهو ملحد شيوعي؟ ابنة البشير من مواليد 1988 في مخيمات تندوف انتقلت في سن 13 إلى إسبانيا، وبعد 4 سنوات تقريبا انتقلت إلى أمريكا ثم عادت إلى الجزائر، إلى أن استقرت من جديد بإسبانيا بعد أن أنهت سلك البكالوريوس. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها المعنية بالأمر ضجة في الأوساط الصحراوية بعريها وأدوارها الجريئة، حيث بدأ ذلك ومنذ مشاركتها لأول مرة سنة 2014 بالفيلم النينو الإسبانية. في ظل الانتقادات التي يوجهها عدد من الفاعلين والمؤسساتيين والسياسيين لاتفاقات التبادل الحرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2006، يستعيد الطرفان لإعادة النظر في هذه الاتفاقية، لا سيما بعد التطور الذي عرفته العلاقات بين الطرفين بعد الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الدخلة. الجديد في هذه الاتفاقية المتوقع توقيعها بين الطرفين في عهد الرئيس الجديد جون بايدن هو أنها ستتيح تمكين منتجات الأقاليم الجنوبية المغربية من الوصول إلى الأسواق الأمريكية بشكل قانوني، الأمر الذي سيزيد من الغصة في حلق الانفصاليين والعسكر الجزائري والبكاء وراء الهزائم الدبلوماسية والسياسية المتتالية التي يتسبب فيها المغرب لهما.
إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء إن شاء الله.